يقول في سكوت الإمام بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة في الصلاة الجهرية أقرأ دعاء الاستفتاح والفاتحة قبل الإمام، لا بأس، لا بأس إنك تقرأ الفاتحة قبل الإمام، ما في مانع. لكن الركوع ما يجوز قبل الإمام، السجود ما يجوز قبل الإمام، أما القراءة فلا مانع إنك تقرأ قبل الإمام أو بعده، أو إذا سكت في أثناء الفاتحة سكتات تقرأ.